علي بعد امتار قليله من شارع الفجاله وبميدان رمسيس احد معارض مستلزمات المدارس والذي ياتي ضمن مبادره كلنا واحد التي يرعاها رئيس الجمهوريه وتنفذها وزاره الداخليه من خلالها يتم توفير المستلزمات باسعار مخفضه أنواع مختلفة من احتياجات الطالب من الأدوات المدرسية متاحة هنا يقوم مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتفقدها والاطمئنان على مدى وفرتها المكان هنا مكان حيوي جدا واحنا عارفين من قبل ما نعمل المبادرة ان احنا نعمل في مكان حيوي الهدف من الكلام ده اكتر من حاجة اولا ان المواطنين دايما بتيجي المنطقة الفجالة ورمسيش تشير الملتزمات بتاعتهم فبالتالي انا بوفر المكان المعرض في مدار رمسيس لهذا السبب السبب الثاني ان انا عايز اوصل رسالة للتجار الجشعين اللي بيبيعوا الحاجات دي باسعار غالية جدا ان لا الاسعار الحقيقية بتاعت الحاجة دي موجودة جنبيكوا في مدار رمسيس بالاسعار بتاعتها الحقيقية بدون مبالغة وبدون مغالاة والمبادرة مش موجودة بس هنا في القاهرة فقط المبادرة موجودة في كل محافظات مصر السادة مديرين الامن في جميع المحافظات الجمهورية مشكورين شاركوا معانا في المبادرة كلنا واحد وعملوا منافس ثابته واخرى متحركه لبيع المستلزمات والادوات المدرسيه. مع الساعات الاولى لافتتاح المعرض ونظرا للانخفاض الكبير والملحوظ في الاسعار، كان الاقبال الكبير من المواطنين على الشراء، فهي فرصه لشراء الاحتياجات المدرسيه وبسعر في المتناول. الاسعار حلوه طبعا. يعني احنا دخلنا الفجاله جوه حاجه غاليه جدا. والعيش على قدها فجينا هنا لقينا الحاجه ارخص من هناك كتير كشكول بره بيتباع ب 2.5 هنا حصتات لعب 175 كشكول. استيا فرق في الاسعار كتير يعني فرق كشكل كشاكيل 11 جنيه و7 جنيه و8 جنيه عن بره بكتير في كل حاجه صراحه انا عرفت امبارح ان هم يفتحوا حاجه زي كده فقلنا نبادر ان احنا نشتري منهم لان فيها وفر كتير بالتزامن مع هذا المعرض كانت معارض اخرى في اطار مبادره كلنا واحد تقيمها مديريات الامن بالمحافظات المختلفه لتوفير مستلزمات المدارس باسعار مخفضه في متناول الجميع ما يرفع عبئا عن كاهل الاسر المصريه مع قرب عام دراسي جديد فالاسعار تقل كثيرا عن مسلاتها في المكتبات وتم الدفع بسيارات متحركه ومنافس ثابته بالميادين والمناطق الاشد احتياجا حتى يستفيد منها المستحق وتستمر هذه المبادره لمده شهر بذات التخفيضات التي تتراوح ما بين 30 الى 50% في ظل اقبال كبير من المواطنين على الاستفاده من هذه المبادره التي تؤكد حرص القياده السياسيه على رفع العبء عن كاهل المواطنين وانطلاقا من حرص وزاره الداخليه على بناء جسور من الثقه والتعاون مع المجتمع بكافه شرائح Yeah. <laughs>